بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم، حلقة جديدة من برنامجكم حلمك علينا. النهاردة هنتكلم عن موضوع شائك جدا، موضوع عامل بلبلة بقالنا كام يوم. كالعادة حضرتكم عارفين ان احنا بناخد موضوعاتنا من احلامكم على الصفحة وتفاعلاتكم معانا. سألنا كذا مرة الاسبوع اللي فات عن احلام بيبقى الرد عليها مش عارفه، يعني مش عارفه، ببقى مكسوفه، ببقى خايفه، مش الواحد مش بيحب دايما يتطرق للاحلام او للتفسيرات اللي بيبقى فيها مشاكل زوجيه. بس في الاول وفي الاخر لازم نفسر، انت اتسالت ولازم تفسر. الخيانه في الحلم، علامات خيانه الزوج او الزوجه في المنام، يعني انا لو شفت ايه ابقى بتخان، وهو لو شاف ايه يبقى بيتخان. وهل كل احلام الخيانة في المنامات وفي الاحلام بتبقى خيانة؟ يعني لو زوج شاف زوجته في المنام انها بتخونه، ده معناه في الحقيقة ان هي بتخونه؟ هل لو زوجة شافت زوجها في المنام ان هو بيخونها، هل ده معناه ان الخيانة تمت بالفعل؟ هل لو احد الصديقين شاف صديقه بيوقعه في مشكلة او بيخونه او بيفتن عليه، هل ده معناه ان الصديق ده فعلا بيخون صديقه؟ الاجابات على الاسئلة دي مفاجأة، مفيش ولا علامة خيانة في المنام دليل على الخيانة، لان علامات الخيانة في المنام يعني مختلفة تماما. ولذلك يعني دايما نقول خلي تفسيرات احلامك لمفسر احلام، ما تعتمدش على حد زي ما كانوا بيقولوا زمان كده، يعني ايه والله احكي لجدتك، طب احكي لجدك كده اصل هو كبير ويعرف عنك. لا، لان الموضوعات اللي بالشكل ده يعني انا بسميها موضوعات شائكة، ولذلك الرمز فيها يفرق، تفرق كتير جدا على انك تشوفي رمز بيدل على الخيانة او رمز بيدل على زوجة تانية. تفرق كتير جدا انك تشوف رمز في المنام بيدل على مشكلة ولا بيدل على خيانة. فعلشان كده كل علامة من العلامات اللي حضرتك بتشوفها لها تفسير، وكل علامة من العلامات اللي حضرتك بتشوفيها لها تفسير. الخيانة الواضحة في المنام لها تفسير، ورموز الخيانة في المنام دليل على الخيانة لها تفسير آخر. احنا الأول هناخد مدام كريمة من المنيا وبعدين نكمل موضوعنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، منور الشاشة والله. ميرسي يا فندم، ازي حضرتك؟ اتفضلي. الله يخليكي، بعد إذنك أفسر رؤيتين. معلش، طب نقول الاولانيه بسرعه. ماشي، الاولانيه حلم اختي ان هي راح ما تشتغل عند دكتوره معمر سلامه، ولما يقول لها ليه مش لابسه البلطو، اللي مش لابسه ليه البلطو، ده احتمال اخر يوم ليا في الشغل النهارده. تمام، ده اول رؤيه. ثاني رؤيه دي لوالدتي، والدتي حلمت ان هي بات جدي القديم، وجدتي بتقول لها خدي بعيننا جوز الحمام والشمس طالعه، قالت لها لا ده الوقت راح، قالت لها لا بس انت هتلاقي بياعين دلوقتي. راحت قالت لها طب خلاص ماشي، قالت لها بس فيهم فرده مش كويسه، وروحت انا هطلع اجيبهم لك وانت البسي الشبشب. لا ثواني ثواني ثواني، هي هتبيع حمام ولا هتشتري حمام؟ لا جدتي بتقول لها بيع، خدي بعيننا جوز الحمام، قالت لها الوقت راح. قالت لها لا هتلاقي بياعين. راحت قالت لها اطلع اجيبهم لك بس انت البسي الشبشب، بس فيهم واحده مش كويسه، فرده يعني مش كويسه. بس كده. ووالدتي لبست الشبشب وجدتي راحت تجيب الحمام من فوق. جدتك عايشه ولا متوفيه؟ لا متوفيه. شكرا شكرا يا فندم. طيب الحلم الاولاني اختها حلمت انها بتشتغل عند دكتور اسمه عمرو سلامه، عمرو وسلام، وبيقول لها البسي البلطو، قالت له ده اخر يوم النهارده ليا في الشغل. اختك عندها مشكله هتنتهي ان شاء الله بعد اخر يوم تفسر فيه الحلم، يعني ان شاء الله هي عندها حاجه
عندها مشكله معلقه، عندها حاجه منغصه عليها حياتها، هي تبشر ان ان شاء الله المشكله هتنتهي النهارده فور التفسير فورا، لان الرؤيه بتتفسر على طول بعد تفسيرها، في رؤى سريعه، ودي ان شاء الله من الرؤى اللي بتبشر بشرات سريعه. جدتك المتوفيه، كان لازم تقولي انها متوفيه، بتقول لوالدتك بعي لنا جوزين حمام عشان فيهم واحده مش قوي والبس الشبشب. من الواضح ان العلاقه بين والدك ووالدتك، او سواء كان باباكي موجود او متغيب، يعني العلاقه مش قوي، ففيها وصايه، فيها وصايه لوالدتك، واحنا قلنا في حلقات سابقه قبل كده كل وصايا الاموات تتسمع وتتنفذ، لان هم دايما على حق ورسائلهم رسائل ربانيه. الحلم بتاع والدتك فيه وصايا كده من جدتك، بانها الشبشب عفوا هو رمز للزوج على فكره، وللستر ولتيسير الامور، يعني مشي حالك وخدي بالك من جوزك، لان واضح ان العلاقه شويه متوتره، لكن خلي ماما تسمع الكلام. طب ناخد استاذه اسماء من الفيوم. الو. علي صوتك شويه استاذه اسماء. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ممكن بس اربع احلام بس صغيرين يعني؟ لا هو ممكن حلمين بس عشان وقت الحلقه، اتفضلي. طيب تمام. اول حلم انا حلمت ان انا طالعه على السلم وانا كنت حامل. لقيت الدكتور قاعد جنب واحده ومامتها وطفل صغير والده يعني، فخرج من الاوضه بتاعتها ودخل اوضه تانية عندنا موجوده فيها يعني. تمام. وبعدين اداني حقنه بيضه وحقنه حمراء، فبيقول كانك جوحاني قبل كده؟ قلت له لا. بس فبقول له انا بقى كده ايه يعني خلاص بنام كده يعني اللي هو ايه مش في الوعي، بقول له خد بالك من زياد خد بالك من زياد. طب معلش اختصري يا استاذه، يا استاذه اسماء. هو ده الحلم. هو ده بس كده؟ انت اصلا كنت حامل حقيقه؟ لا انا معايا طفل منفصل عن زوج. حضرتك لما شفتي الحلم ده كنت حامل؟ لا 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 لا. طيب تمام. الحلم التاني بسرعه. الحلم التاني مرات اخويا حلمت ان هي في تعبان بيجري وراها واخويا بيضربه فطلع بيضه من بقه. تمام. بس. شكرا يا استاذه اسماء. طيب الحلم الاولاني حضرتك شفتي نفسك حامل وطالع السلم ودكتور وحقن، هي مشاكل. الحمل في المنام حمل وهم. وحضرتك ما ولدتيش، يعني ده معناه ان ما زالت المشكلات موجوده. اما بخصوص الحقن اللي بيحاول يديها لك الدكتور، انا عايزه اقول لك ان ده كلام مش كويس بيوصلك، حاولي ما تسمعيش لحد لان ده بيزيد من حده المشاكل. دي حاجه. وكمان على فكره هو واضح حضرتك كمان انك بتسمعي كويس، انت قاعده بتسمعي للناس، فبلاش نسمع الكلام اللي بيسبب المشاكل يعني. تمام. اما الحلم الثاني التعبان اللي بيجري ورا زوجه اخوكي واخوكي بيضربه فطلع بيضه من بقه، ده عدو بيسم يعني، ده عدو يعني بيحاول يوقع مرات اخوكي في شر اعمالها، وعدو رجل، في راجل بيحاول يعني ان هو يوقعها في مشكله. اخوكي على علم بالموضوع ده، والحمد لله ربنا يعني يكرمهم ويسهل لهم امرهم، لكن اخوكي على علم وهيحل المشكله يعني، لكن هو راجل عدو. طب ناخد استاذه اميره من هنا. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذه اميره. هو في حلم خالتي كده، خالتي دي ارمله ومعها بنتين. حلمت انها طالعه من بيت والدها وفي مطر كتير وهي صايمه، ولقيت المطره تبقها وخلتها وقالت لو شربتها فصر صيامي. تمام. وهي حلوه مش هقدر اطلعها من بق، وراحت قالت اخليها لحد ما ياذن المغرب. تمام. راحت مشيت عند بيتها وراحت لقيت بيتها وقع، وبيت معروش كده وقع، بيت سهرها قاعد مع انهم جنب بعض. هو مع انها، انا مش هفسر الحلم ده يا اميره، شكرا يا اميره. تفسير الحلم ده مش هيكون خير على صاحبة الحلم، عشان كده يا جماعة دايما بنقول احنا بننصح الناس اللي بتشوف احلام بالشكل ده، مع ان الست دي على صلاح، بس هي بتحاول تمشي الكون على مزاجها. انت لو شربت المية هتفطري، في حاجة اسمها احتفظ بالمية لغاية وقت المغرب في بقي. احنا بنحلل لنفسنا اللي حرمه ربنا، بنخترع لنفسنا حاجات وبنعمل لنفسنا قوانين ربانية بنفتكرها حلال، يعني تعمل الحلال ويقع
يعني يطلع حرام وانت مش عارف ان هو حرام. المهم ان هي على جهل بمسألة شرعية للأسف الشديد بترتكب ذنب، هي فاكرة انه خير، والذنب ده هيكون للأسف يعني انا ما كنتش عايزة افسر بس هو التفسير طلع لوحده، الذنب ده هيكون سبب في مشكلة كبيرة هتحصل لها في حياتها والله اعلم. تمام. نرجع لعلامات الخيانة الزوجية، ومعلش في الكنترول استنوا علينا شوية في التليفونات لغاية ما نخلص الجزئية دي سريعا. لو شفت ايه في جوزي في المنام اعرف انه بيخني، عدي ورايا. نمرة واحد، لو شفت عينين جوزك في الحلم عينين سمكة الراجل ده بيخونك. ليه بقى؟ لان عيون الاسماك ملونة وشكلها غريب، خصوصا اذا كان في المنام بينظر لامرأة اخرى. يعني انا شفت جوزي في الحلم عينيه عينين سمكة وبيبص على ست تانية، هذه الست هو بيخونك معاها وبينظر اليها النظرة الدنيوية. وفي فرق بين اني اشوف جوزي في المنام هيتجوز عليا في حلال ربنا دي ليها علامة، وانه بيخني دي ليها علامة تانية. تمام. فده العلامة الاولانية. العلامة التانية، لو لبس جزمة فوق جزمة والجزمة اللي من فوق لونها مختلف عن الجزمة اللي من تحت، لو الجزمة اللي من تحت سودة فدي الزوجة، اما لو الجزمة اللي فوقيها لونها احمر او اصفر والالوان الزاهية، الاحمر من على فكره من الالوان اللي في الملابس بيشير للشهره والحاجه كويسه في الجزم، ولما يكون جزمه فوق جزمه فهي خيانه. العلامه الثانيه انه يكون قاعد في عشه فراخ وحواليه فراخ كتير. الفراخ في المنام سيدات، الفراخ في المنام ستات كتير، وبيلعب وبيقتل وبيموت، بيظلم ستات كتير وبيلعب بقلوب ستات كتير. الحلم او الحاجه الرابعه اللي تشوفيها في جوزك ويبقى دليل قاطع على الخيانه انك تشوفيه بيلعب مع فار او فاره. احنا دايما نقول الفاره في المنام سيده دنيئه، لو لقيتيها على الفراش وجوزك راضي بوجودها فدي علامه من علامات الخيانه. نمره خمسه، انك تشوفيه عفوا بيعاشر سيده متوفيه زي اللي قلناها في الحلقه بتاعت الاموات، زاني ما لهاش نقاط. الحلقة دي سابقة، انا متأكدة ان انتوا مش هتلاقوا حلقة بتتكلم عن علامات خيانة الزوج في المنام بالوضوح ده. افتكروا الحاجات دي كويس. تمام. اما علامات خيانة الزوجة للزوج، يعني انا اشوف ايه في زوجتي في الحلم اعرف ان هي بتخني، بتلعب مع تعبان زي ما كنا بنقول من شوية، التعبان رجل. كل العلامات اللي بتدل على الأعداء مع الزوجات في المنام، لو برضاها بتلعب مع تعبان، بتلعب مع كلب شرس، قاعدة مع تمساح، دي علامات من علامات الخيانة. بتعاشر راجل ميت، علامة من علامات الخيانة. بتلعب مع فار على السرير، اللي بيسري فيه بعض الأحلام اللي بيسري على الرجل فيها بيسري على المرأة. طيب الحاجة التانية، علامات بقى الزواج، لو شفت ايه في المنام اعرف ان جوزي هيتجوز عليا. الحاجة الاولانية، لو شفته بيبني عتبة جديدة، عتبة فوق عتبة في بيتي، ده معناه انه هيدخل عليا ضرة والعوذ بالله يعني. الحاجة التانية انه اشوفه بيلبس جلابية فوق جلابيتي، يعني هو بيلبس جلابية من دولابي وتشوفيه في الحلم بيلبس جلابية تانية او بيحط على جسمه عباية جديدة، وشرط ان انت في الحلم تبقي عارفة ان دي عباية واحدة تانية مش عبايته هو، لانها لو عبايته هو بيختلف الوضع، دي معناها عزة وشرف. لكن لو بيرتدي جلباب فوق جلباب، تمام، هيأتي اليكي بزوجة تانية. لو شفتيه في المنام اشترى ارض جديدة وبجواره سيدة اخرى، او اشترى ارض باسم واحدة معينة، او اشترى ارض وبيزرعها لكن بيقولك الارض دي مش ارضك، تمام، او اشترى ارض وبيحرس فيها وهو اصلا انتوا على قطيعة مع بعض. بقى كل الاحلام دي بتدل على ان هو هيجيب عليكي زوجة تانية. طيب في سؤال بقى، اللي هي كل دي علامات واشارات، لكن في احلام بتوضح الخيانة بشكل واضح. يعني يقولك انا شفت زوجتي بتخني في الحلم مع فلان ويسمي فلان صديقه ابوه اخوه، او هي تقولك انا شفت زوجي بيخني في الحلم مع امي مع اختي مع حد من اصدقائي. هل الاحلام دي دليل على الخيانه؟ الاجابه لا خالص. هنا بينتقل جزئيه الخيانه
لنقطة تانية خالص، اللي هي جزئية الثقة في الطرف الآخر وليس لها علاقة بالزوج أو الزوجة. يعني لو واحد شاف زوجته بتخونه في الحلم مع بعض من أصدقائه أو مع أحد أصدقائه، ده دليل على إن العلاقة بينه وبين صديقه متوترة، لكن ملهاش علاقة خالص، تمام، بإن العلاقة بينهم فيها خيانة. ملهاش علاقة، الحلم ملوش علاقة بالزوجة، بالعكس، ده الحلم ده دليل على إن علاقتك بأصدقائك علاقة متوترة. طيب لو شفت زوجتك مثلا بتعاشر والدك في المنام، هل ده دليل على انه هي بتخونك مع والدك؟ والعياذ بالله، الاجابه برضو لا. الاجابه معناها ان في قطيعه بينك وبين والدك. عكس تماما تماما انك تشوف الزوجه بتعاشر او بتتعاشر من رجل في بينها وبينه مصلحه عمل، اذا هي تنتفع من هذا الرجل. يبقى هنا في معاشره في المنام، وساعتها وفي بيبقى في علامات لدليل المنفعة، ان يكون مثلا المعاشرة دي في حضور الزوج، يبقى ده معناه ان لا، ده مش معناه ان هي بتخونك، ده معناه ان انا على علم بان هذه السيدة بتنتفع او بتجيلها منفعة او عمل يربطها بينها وبين هذا الرجل. ناخد فاصل ونرجع مرة تانية، انتظرونا. اهلا بكم مرة تانية. توقفنا عند الرؤى الصريحة للخيانة، وقلنا ان مش معناها ابدا خيانة. كفاية علينا كلام في الخيانة، وتعالوا نتكلم عن الحاجات الحلوة في العلاقات الزوجية او في علاقات الاصدقاء او في علاقات الابناء. طيب، هو في العلاقات الكويسة اللي بين الاصدقاء وبعضها مفيش خيانة؟ لا، فيه، وفي وفاء، بس وفاء مش موجودة قوي، وفاء قربت تموت. فهنقول مواصفات وفاء وليه لازم يكون في وفاء في العلاقات خصوصا بين الأصدقاء، بعد ما ناخد أستاذة منى من القاهرة. ألو، أستاذة منى، وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون لو سمحت. ايوه اتفضلي. بقول لحضرتك انا جوزي حلم. معلش، عندك الصوت عندك في مشكله استاذه منى، ارجعي اتصلي بينا مره تانية. طيب، كنا بنقول على خيانات الاصدقاء. هو في دليل في الحلم على خيانه صديق؟ طب في وفاء، قلنا وفاء الله يرحمها، لكن الدلائل الكتيرة في الخيانات انك تشوف كلب مجاور ليك طول الطريق، وانت يعني بتتحاور مع الكلب ده، وناس يقولوا لك ان الكلاب لما تكون وفية في الحلم فده دليل على صديق، وتلاقي مرة واحدة الكلب ده هبشك، فدي خيانة. طيب، او انك تلاقي مثلا شخص في الحلم، الشخص ده قريب منك جدا، بيشعل النار حواليك، ده معناه انه بيتسبب لك في مشاكل. او انك تشوف الشخص القريب منك ده في الحلم بيسقيلك مية طعمها مش حلو، او بيديلك اكل طعمه مش حلو، او بيحاول ان هو يقنعك بحاجة انت في الحلم او صاحي من النوم عارف انها حاجة مش كويسة لكن اكلتها او شربتها او سمعتها لمجرد ثقتك. في كل دي علامة من علامات خيانة الاصدقاء في المنام. ولكن كل الحاجات دي لما اشوفها في الشخص ده لازم يكون هو الشخص، يعني لما اشوف الشخص ده بيعمل الحاجات دي ما يبقاش دليل على حد تاني، لا ما يبقاش دليل على حد تاني، حتى لو اختك، بنت امك وابوكي. لانه دايما بنقول ان الاحلام والرؤى يا جماعه اما انها بشرات واما انها انذارات، ربنا بيدينا من خلالها رسائل. طيب، ناخد استاذ احمد من القاهره. الو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا فندم. بعد اذنك معلش، بس انا حلمت حلم جدتي لوالدتي. اتفضل. اديني لحمه حمراء وكلتها، تمام، ولدرجه ان انا قمت من النوم بطني وجعاني من الاكل اللحمه الحمراء دي. اللحمه كانت نيه؟ هدوم، لا مستويه، تمام. ومره تانيه هدوم. هي جدة هدوم، اكلت هدوم يعني. جدة حضرتك عايشه ولا متوفيه؟ لا متوفيه. طب انت بطنك وجعاك في يعني لما صحيت من النوم بطنك وجعاك من الشبع، ولا بطنك وجعاك عشان حاسس انك اكلت حاجه مش كويسه؟ لا، عشان اكلت حاجه مش كويسه. شكرا يا فندم.
الحلم الاولاني دليل على شويه تعب او مرض بسيط لكن هيروح لحاله يعني، او مشكله هتنغص عليك حياتك. مش احنا قلنا كل عطايا الاموات خير لو تفائلت بالخير او لو حسيت ان فيها خير، لكن انت صاحي من النوم بطنك وجعك، ده دليل ان الاكل اللي اكلته او الكلام اللي هيوصلك عن طريق احد اطراف عيلة والدتك او مشكلة تخصهم هتسبب لك شوية يعني شوية غضة كده في حياتك، شوية قلق. الحلم التاني بتدي لك هدوم، الهدوم لو جديدة يبقى ستر ورزق، الهدوم لو قديمة يبقى رزق فقير او رزق قليل او منفعة بس مش قوية، يعني شبه الرزق الفقير كده، حاجة على قدها. اما لو الهدوم بالية بتدي لك هدوم مقطعة، ده دليل للأسف انذار يعني مش كويس بان امورك المالية هتسوء. عشان حضرتك بس ما وضحتش الهدوم كانت ايه، فانا قلت لك الثلاث حاجات. ناخد استاذة هاجر من القاهرة. الو، ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذة، اتفضلي. هو صاحبي بابا حلم من امبارح ان هو دخل مزرعه ارانب ومسك ثلاث ارانب اسود فابيض. الثلاث ارانب ايه؟ اسود فابيض، ثلاث ارانب، مسك ثلاث ارانب من المزرعه. انتوا كام اخ واخت؟ احنا سته. سته، تمام. وبعدين كملي. بس هو مسك الثلاث الارانب وكان هيذبحهم بس ما ذبحهمش بقى، انتهى على كده. ليه 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 ليه؟ طيب بص، اولا الارانب، شكرا يا استاذه هاجر. الارانب في المنام يعني خلينا نفسرها على انها للرجاله، فيبقى الحلم ده معناه رزق، لكن لسه هو هياخد من الرزق ده، لكن لسه ربنا ما اذنلوش انه ينتفع بيه. رزق هنقول، عشان بما انها ارانب كتير قوي وبما انها مزرعه وهو اخد من المزرعه دي ثلاثه، فهو باب رزق واسع باباكي هينتفع منه، لكن لسه ما انش الاوان للحصاد، يعني لسه ما انش الاوان ان هو ينتفع المنفعه الكامله ويذبح وياكل. اما بما اننا رحنا للارانب، لو اللي شافت الحلم ده بنت، الحلم ده مش هيبقى كويس ابدا. الارنب راجل دنيء ضعيف، مش تفسيره مش كويس لانه جبان يعني. فلو لكن بما ان اللي شاف الحلم ده رجل فده ان شاء الله خير. ناخد ست ام احمد من الاقصر، ده اخر تليفون في الحلقه. الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتورة، أنا حلمت بعد ما صليت الفجر، حلمت إن جوزي جاب لي كيس قطيفة فيه أربع خواتم ذهب، تمام. فلبست الخواتم دي، وبعد ما لبستها هو جاي يتفرج عليها يشوفها، لقيهم ثلاثة، بيقول لي فين الخاتم الرابع؟ أنا كنت جايب لك أربع خواتم. قلت له فعلا هو كان في خاتم رابع هنا جميل جدا، بس أنا مش عارفة هو راح فين، وبقيت أدور على الخاتم لغاية ما نسيت منه. شكرا يا ست ام احمد. الخواتم عزه وشرف واولاد، واحنا نسينا نسال ست ام احمد عندك كام ولد؟ ربنا يحرس لك اولادك، وان شاء الله ما يحصلش حاجه تخص الاولاد اي حاجه وحشه، وان شاء الله ربنا يكرمك بعزهم وشرفهم ورفعتهم ومنزلتهم، لان الخواتم رمز لحاجه حلوه كويسه. في نهايه الحلقه، وانا عودتكم ان احنا يكون عندنا دايما دعاء، النهاردة الحقيقة هو الموضوع مش دعاء قد ما هو انك بتفوض امرك لله وبتقول حاجة واحدة بس في الخاين، سواء كانت الخيانة زوجية او الخيانة خيانة اصدقاء، يعني وافوض امري الى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل خاين بيخون امانتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل صديق خان سرك، خان لقمتك، خان امانك، خان حبك، حسبنا الله ونعم الوكيل في خيانتك لنفسك بينك وبين نفسك، في ذنب بتختلي بيه او ذنب بتقترفه وانت عارف انك مش قادر تبطله ومصر عليه. اللهم يا رافع المقت والسوء، ارفع مقتك عنا وارزقنا حسن النوايا. امين امين امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.